مستمعين ونحن وشي أصدقائكم فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان، وحوش جديدة راح تنزل في PKXE مختلفة عن الوحوش اللي احنا نعرفها. اوكي أصدقاء، قبل ما نبلش بالفيديو احطوا لايك، شارك في القناة، فعل الجرس وليتس جو. طبعا كنا نعرف وحوش PKXE هنا حاليا بس 3 نازلات، واكو بعد راح ينزلون في المستقبل. فاللي هنا موجودات حاليا PKXE هي هذا اللون الأزرق وهذا الوردي اللي نزل بكوينز وقلنا لكم عليه، وايضا هذا الاخضر. حاليا بس 3 نفس ما قلت لكم، طبعا هي من لعبه مختلفه تماما. طبعا هالشخصيات يا اصدقائي هن كنا شايفينهن ونعرف لان نازلت من قبل، بس رجعوهن عبر التحديث يا اصدقائي تبع وحوش. ونفس ما تعرفون انه اسمه يا اصدقائي مختبر الوحوش، فلذاك راح يرجعوهن اكيد هذين الملابس. وكنا نعرف فليكر يا اصدقائي وجلتش انهم مسوين مختبر ودا يسوون يا اصدقائي وحوش حتى يدزوها PKXE، او يعني تكون موجوده عندنا هنا فيبي اصدقائي. اوكي، فاكيد ما راح يسوون بس هذول الوحوش الثلاث وبس وخلصت السالفه. مستحيل من هذول الاثنين يطلع منهم. اوكي، فيعني تنتظرنا وحوش جديده ومختلفه تماما عن الشخصيات الحاليه الموجوده في PKXE. اوكي فتمام زين. احنا اذا تلاحظون يوم نزل التحديث وقلت لكم او ماي جاد، لاحظتوا فريدي؟ كان فريدي اصدقائي موجود هناك مختبئ نفس ما تشوفون، واضح ان فريدي عشان نفس التصميم تبع الشخصيه نفسها. وPKXE من الاساس ما قالوا عنا اي شيء ولا ذكروا في الايميل عنا اي شغله، بس نزل التحديث شفنا، ومن فتحنا اللعبه ما لقينا اي شيء عن ملابس او فتشي عنا ابد. حتى تقولوا لي بتعليقات لنا ليش ما هي ملابس فريدي، فوانا صراحه مسال عن هالشيء لان PKXE وما قالت عنا اي شيء. فاليوم يا اصدقائي راح اسولف لكم اصلا قصه سالفه فريدي، وراح تعرفون عنه هو اشياء. طبعا الاشخاص اللي ما يعرفون راح تستفادوا من الفيديو عن قصته ومن هالاشياء، وراح ارويكم يا اصدقائي الملابس كيف راح تكون في PKXE كامله. فيبي اصدقائي تخيلوا اني ارويكم شكلها، راح ارويكم اياها كامله وتشوفوها قدامكم كيف حتكون بالضبط يوم تنزل في PKXE. فهاي الصورة راح اشوفوها تسريب من قناتنا نونو حموشي. فيبي اصدقائي ومن شوفوها في نهاية الفيديو تقولوا لي ايش رايكم بقصة فريدي وايش رايكم بالباقة او الملابس او الحزمة او اللي يسموه اصلا. اوكي اصدقائي، وليش راح يضيفوها بتحديث الوحوش بالذات؟ ليتس جو، راح تعرفون كل الاجوبة بهذا الفيديو. اوكي، طبعا يا اصدقائي بداية القصة في شخص اسمه مايك. هذا الشخص يا اصدقائي يعني يريد شغل يشتغله. اوكي، فكان يبحث على شغله من هالامور، ويا اصدقائي طلعت الوظيفة في الاخير تبعه انه يكون حارس ليلي لمطعم بيتزا. اوكي اصدقائي، واكتشف بعدين من هو اول يوم صار حارس في هذا المكان وكل شيء طبيعي في الليل طبيعي، الا ويكتشف انه هاي الدمى الموجودة في المطعم اللي هي فريدي وجماعته هذول في الليل يكونون اشرار وحاولون انه يقتلونه باي طريقة. اوكي يا اصدقائي، فهو دا يحاول انه ينجو منهم باي طريقة. طبعا يا اصدقائي شوفوا هي فكرة المكان بالضبط، اكو 5 ايام. اوكي، وفي الليل هو راح يكون هذني الدمى شريرة، فهو راح يكون حارس ليلي للأسف، وراح يكون موجود ولازم انه يحمي نفسه من عدهن. واذا نجى من عدهم بهذه الخمس ايام خلاص راح يطول راتب قوي اصدقائي. طبعا هو في البداية طول راتب قليل، اذا نجى منهم راتب كثير. اوكي اصدقائي، اوكي هي هاي القصة باختصار، بعد اكو فيها هواي سوالف تعالوا اقول لكم اياها. طبعا يا اصدقائي في البدايه هو كان عباره عن فيلم، يعني القصه كلها كانت فيلم بالبدايه، بعدين سووها على شكل لعبه. اوكي يا اصدقائي، وهاي اللعبه تقدرون تلعبوها وتحملوها من هالاشياء. وايضا يا اصدقائي راح يسوون فيلم حديث عنها عن نفس القصه من هالاشياء، اتوقع بشهر العاشر راح تنزل. صراحه مو متاكده بالضبط يعني متى ينزل، لكن سمعت انه حيسووا له فيلم. اوكي فيب، خبروني تعليقات اذا نزل حتشوفوه، شو خل اشوفه، اريد اعرف شنو قصته بالضبط. اوكي، يعني اشوف كيف راح تكون من هالاشياء. فيب، وطبعا ما رفتكم صورة المايك هذا الشخص، هذا هو شكله. اوكي، هذا هو مايك اللي صار حارس ليلي لمطعم بيتزا. اوكي، اول شخصية ويانا اللي هي فريدي يا اصدقائي، فهو هذا كنا نعرفه ومشهور ايضا يا اصدقائي، المغني الاساسي من بينهم، اتوقع انهم كلهم يغنون، فهو الرئيس بيناتهم من ناحية الغناء ومن هالاشياء. ثاني شيء اصدقائي هو اخطر واحد من بينهم كلهم، فهو في الدرجة الأولى. أوكي، واللي بعده اللي هي اسمها أو اسمه بالأصح بوني، طبعا هو على شكل أرنب بنفسجي أصدقائي. ويب،
لهم مميزات، يعني هو كل واحد فيهم له مميزة معينة. فيب يا أصدقائي، اللي بعد يا أصدقائي اللي هي تشيكا. طبعا كلش حبيت اسمها تشيكا. فايضا طبعا شوفوا، هي الدجاجة عبارة عن دجاجة صفراء، اوكي، وهي البنت الوحيدة من بينهم، كلهم ولد ما عدا هي البنت الوحيدة من بينهم. وايضا يا اصدقائي مكتوب عليها ليتس ايت، دعنا ناكل من الاشياء، يعني خطيرة الاخت. فاخر واحد ويانا هو الثعلب، اسمه فوكسي، اوكي. وطبعا هما هم كل واحد نفس ما قلت لكم له ميزه معينه يختلف عن الثاني، اوكي. فهيا اصدقائي الفرقاء كلهم عباره عن عصابه وكلهم اشرار وكل واحد يريد يقتل الثاني وما ادري شنو. فيبي اصدقائي سوالفهم سالفه، اوكي. فلذلك ما دام هم اشرار اكيد بي كي اكس زي حيسوهم شخصيات وينزلوهم في بي كي اكس زي عشان هذا التحديث. بس نفس ما شفتوا يا اصدقائي في صوره بي كي اكس زي موجود بس فريدي، فممكن ينزلونه واحده او ينزلون بقيه الشخصيات بالتسلسل، يعني اول شيء فريدي، بعدين بوني، بعدين تشيكا، بعدين فوكسي. اي شيء تعرفون عن فريدي وجماعته يا اصدقائي كتبوا لي بالتعليقات، لان انا صراحه لا متابعتهم ولا ادري عنهم اي شيء، بس مجرد اخذت معلومات حتى اقدر اسوي لكم فيديو. صراحه ما متابعتهم ولا مره ولا منزل لعبتهم ولا اي شيء، اوكي. فخبروني بالتعليقات كم واحد منزل اللعبه وشايف القصه من قبل وهاي، فخبروني بالتعليقات. فيا ترى غير فريدي وجماعته شو بعد ممكن لعبه ثانيه؟ صراحه مو كلش اعرف هوايه، بس تخيلوا لو ينزلون جراني، او ماي جاد ايش قد احب شخصيه جراني، حرفيا من هي افضل الالعاب بالنسبه لي. جراني اصدقائي من زمان اعرفها، وحرفيا لعبه تجنن فيها كثير ذكريات. خبروا بالتعليقات تحبون لعبه جراني او لا، اوكي. بس ما اتوقع راح يضيفوها لان هما يعني شلون نقول مو دوما، طيب يعني مو مثل مثلا هذا هقواقي هو عبارة عن دمية هم شريرة ومنها سوالف، او فريدي، فيب ما ادري، ما اتوقع راح يضيفون جراني نهائي، اوكي. بس يا ريت يضيفوها تكون حلوة. اتوقع هي كل شيء في القصة، يب هو هذا كل شيء اصلا في القصة تبعهم. خبروني تعليقات ايش رايكم في القصة الغريبة هذه. وهسه اجى الوقت اني اراويكم البدلة تبع فريدي كيف راح تكون في بي كي اكس زي كاملة، يعني اراويكم السروال ومن الاشياء كلها كامل الحزمة من بدايتها لنهايتها. فيب وراح يكون هالتسريب من عندنا، اوكي يا اصدقائي. فياريتكم تحطوا له لايكات، تشاركوا في القناة واستعدوا لانه شكلها حلو ويشبه شخصية فريدي حيل. اوكي، 1 2 3، هذه هي شخصية فريدي لو نزلت في بي كي اكس زي، راح تكون بهذا الملابس بالضبط. فإذا تلاحظون شوفوا كيف شكله، بس إذا تحسون إنه شكله هنا يضحك، يعني شكله نهائي مو ما شخص شرير وقصة وكاملة وحركات، يعني تحسونه شخص خايف حرفيا. يعني لو تشوفون هسه هاي، شوفوا هاي صورته الدمية في الفيلم مدري اللعبة، وشوفوا في لعبة بي كي اكس زي كيف تحسون هذا خايف وخايف حركات. وإذا تلاحظون إنه في عين إكس، أما في الشخصية في الفيلم واللعبة ما في إكس عينه، ما أعرف شنو، ممكن يعني أنا ما أعرف، يعني نفس ما قلت لكم أنا ما أعرف قصته بالضبط، فممكن في وحدة من اللقطات تبع الفيلم أو شيء مثل هذا تكون عينه في إكس، ما أعرف صراحة. فخبروني بالتعليقات المتابعينه. بس بقول رجلي أو ماي جاد، هو يلبس جناح، طبعا مبين هنا جناح جديد ما توقع لفريدي نهائي. بس إذا تلاحظون شوفوا كيف شكله حلو، انا احسه حلو حيل. فيبي اصدقائي خبروا تعليقات ايش رايكم فيه، بس ما اعرف ليش حطوه ويا فريدي بالذات. فيبي اصدقائي ممكن يكون هذا جناح لوحش اخر، فما اعرف صراحة. اوكي اصدقائي، فيب هي هاي راح تكون شكله. طبعا تذكرون لما الارنب كان فوق عالق في الشجرة بعد ما سقط النيزك، صراحة استنى الاحظ انه هو حاط لصقة جروح هنا، اوكي. فشوف مسكين خطيه وكنت علق في الشجره بعد مو قادر يطلع من الاساس، اوكي. كيوتي كيوتي، اوكي خلي اختم الفيديو وياه. فيب وهذا هو كل شيء بالفيديو، هي هاي قصة فريدي وملابس فريدي وكل شيء راويتكم اياه بهذا الفيديو. خبروني في التعليقات انتوا اصلا تعرفون قصة فريدي كامل وشايفيها من قبل، وشاركوا الفيديو حتى اصدقائكم ولاعبي بي كي اكس زي يشوفون الملابس وقصته كامل، اوكي. فحطوا لايكات واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واحبكم كوما وبس، باي باي.